الشركة المنتجة لفيلم باد بويز طرحت التريلر الخاص بالجزء الثالث للفيلم تحت اسم باد بويز فور لايف، ومن المقرر طرحه في 17 يناير 2020. الجزء الجديد يعد استكمالا للجزء الأول والثاني، واللي دارت أحداثه حول شرطيين، مايك واللي بيقوم بدوره النجم ويل سميث، وماركوس واللي بيقوم بدوره مارتن لورنس، اللي بيعملوا كفريق مباحث ميامي لمكافحة المخدرات.